المدينه. الو، السلام عليكم. اك الذي دوني الجمعيه اللي كانت ريال لايف، ولكن ازمه الوضع الذي مريق هي السبب الرئيسي اللي شويه انشطه شويه اللي يدرسنس، ولكن مع هذه الظروف نحاول ما امكن نخدم خفيا النشاط مع التسيين ما امكن مع هذه الظروف نحترم الاجراءات الصحيه الوبائيه كورونا. نتمنى ان شاء الله نفخ سريحنا. على اي حال موضوع الوسطات ديال الانزواق في ليديكاسيون التعليمي هي مهم وقت ما تنتج بنادم عاد تنتج غير بنادم يرانا المعرفه المجتمعي خدمة في النسي خدمة العائلة خدمة المجتمع. دونك الجمعية تخدم في ليديكاسيون سي صافي سي 2012 هي التقارير اللي نتغول مداهاتين النتائج الحمد لله كانت جد مهمة. سميتو البورسونتاج لي زيني في اليولي مزيان بشهادة التلاميذ التجريداتين الجمعية ثاني كانت تبارك الله تقول ان المستويين مهم للتعليم لي كلاس بريباراتوار لي زيكول ميليتير لا سونتي اكسيتيرا. على اي حال نقدروا نمشيو هاد الاطلاله شويه تنزل تخفيض سميتو ليديكاسيون شكون الجمعيه استاذنت هو التعليم فعلا تسير انشطه موازيه ثقافيه اجتماعيه رياضيه، ولكن الذي تقيمو الجانب ليديكاسيون هي تري امبورتون. والثاني على اي حال قد شفت انت الاحصائيات بعدا اشكون اللي يدفع الفيسبوك اللي كيما راه كيساوى لينا شي باب السكان ما تكا ما تينين موجودين المهم اللي وين تغري سوا تمشي لا غير سي من صافي بدون اي علم. على اي حال لاور ناسي دينو سي 2012 لاور ناسي دينو 25 تلميذ المستوى التعليم الثانوي الاعدادي الى غور الاطفال الذي ستدينو 25 تيلي غور السينما اقسام محو الاميه على احصائيات 2012 2013 تلا غور 35 التعليم الثانوي الاعدادي تيلي غور 20 هي الاطفال تيلي غور سن الاقسام محو الاميه من 8 قاعد هذه من غادي تسير خلال لي زيكزومبل صافي 2016 تلاقو 45 تلميذ الثانوي الاعدادي تلاقو سن الاقسام المحلية الامية الى غور غاسي دينو الاطفال 24 فوالا عاد غير سنة الاحصائية اللي طلعتي وانت درت لات بلي العمل الجمعية هي كنا ليديكاسيون شتي التعليم. إيوا إلى جانب الأنشطة الإجتماعية منها صوتو ضد مع صوتو مع العائلة الفقيرة، وأقصد بالعائلة الفقيرة هي المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. في مثال يحروي في مثال الكراس ذوي الاحتياجات غير توا صح ميدير دو تنجرب الفلاحة ثلاث توعية لا سونسيبيليزاسيون لا والله سيدي دو التوعية سوي نشاكي لقاءات نكشي دي رونكونتر ناسيونال ميم انترناسيونال، ولكن هي با شونس باسكو كورنيم ولا انشاك كيتنتيت الحوايج درت ليه الفرص لنا، ولكن الاجراءات القانونيه والاداريه حالات ديونه ان تشارك الجمعيه كويت سميتو تشارك الجمعيه كويت لي ريكونتر. نتمنى تصل ان شاء الله يكون خير لما لا انفوق على برا. على اي حال الموضوع الكتي هي تسدينو الهدر المدرسي، الهدر المدرسي نشرت في الفيسبوك نسكرت هاد الحملة وطنية نتمنى تي وطنية اشكون الأكثرية ضيك ليس مذكور إلى الوضع 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 نسيت العائلة ديت غير يستهنى لوقت ولكن لا تغيير
يشتيو بغينا هنا السبب هو اللي كشد الدراس المدرسنا في المدار الوسط اللي كان لا ذاك النقل المدرسي فعلا اتفق ديك قاشيني ديال النقل المدرسي ولا كذا، ولكن هذا سميتو الماده الدخل العائله هي ضعيف ورغي وإلا منا، دونك اذا اقترحت انه هي البيكالاتريا التعاونيه التربيه التسواس في المدار تسير 1000 درهم 16 14 النقل المدرسي ديال الزيان هي 50 درهم 100 درهم الشهر، دونك توتالمون غنتفق سير العدد اللي قريتني هذا تفت نبدا بلا وصي نقوم نتشرات نطلع دونك امبوسيبل اتسويفان لي زيتود القيمه نطلع ولا لا يتضحى كريك لا يتفخ كريك دونك الفكره اللي كنت مشيت على الناس تزال نسوق في الهدر المدرسي هاتي لا الاسباب طرحتي التوين اللي بغيت والو يشتب مصاريف التسجيل ارتفعت شويه ولا تمنى جمعيات الاباء ولي التلاميذ اللي كنت تكشف في البيت كنظن من حول ما كانت تعالى جزء في الحالات، ولكن الحمد لله لم نسكر من الانيسياتيف هذا الدرس نتيري ثاني مرات نرخو يتغلى عمل السكر نبدا يتغلى المجهودات لا تنكع ورنا نكر كل شيء ورنا ديريني يخا كلويا ولا حلويا، ولكن الحمد لله الامور تصير على الغيره. دونك الفكره تبدا انه كنجمع باي طريقه باي طريقه كانت شيء نك ترى دواء المجتمع المدني غير خدم اونصوم الطريقه النادره وهي المشكل مثلا تفادي تاع الحاله زياد دون اسئله تاع تطرح من الكواليس واللي ما تيسد السياق نكون انا نخدم الطريقه النادره هذا يطلب ديال نكون هذا دي دو كوني دي هذا المجتمع المدني اللي كنت نتا نكون هذا هي قلنا شان قلنا حكوميه اداريه هي غير جمعيه متطوعين زوج كوني كنا الوقت ديال قيمة الدوية ديال طيعة الوقت دوت القهوة تقيم ديك السوايع أربع سوايع دوز هادي فديتي هاديك الحاجة هي إيجابية بقات هي 10% شي مجتمع باركة حنا على أي حال عطي غوال شوية قضية الحرمة ما كان المدرسي خويا يدخل الموضوع في صوب يبغي المهم لما بدات في الهضرة المدرسي تبدل الفكرة أنه كنجمع كان أي ليلة تقدر تساهم شي كيقول كتابة تقدر تشري شي شي كإنسان كأستاذ تريد هذا اختيار الفكرة تاع متخبية قد تسنتي اللي سنت في المثال الحالات كذا كذا قد اختعام تشتخت انت اللي تخت انت في المثال كجمعوي جمعوي قد تبدأ وشي تشتخي الفكرة قد تخدى وشي يسوي تخنو خدمة وشي ينس قليك وشي تخدى وشي يجري بنش وهي مشكلة الفكرة ما جيتي واتي وين واتي الإنسان واتي على المثال على أي حال نحاول ما أمكن أنجمع يتلصون من قرائكم بعد المفهوم لا ديز نتصل في الفيسبوك كنا ناج قد اختشم الحالات الدراري الناس الغير لازم نستعداد نعاون مزيان برافو عليك تقدير لا داكشي في الحالات نشاش ميم لي كونتاكت لي دوني لي كونتاكت تكونتاكتي تي دا سوتي ما كيخصها نهار تقولنا شي خمسة لي زيليف تكلفتي سن مزيان شي نيك دي زاز نديرك صافي فوالا بلا بروتوكولات بلا والو قلنا انا تميتي عندي راه من الدنيا ودي السيستياليست التيسيار نكون يا نتي يا كنا جايا افانا يستمر يطلع العمل يتي عمي يقول لي يتمسير في الغيره من الوطن قلنا على اي حال نكون بازيغ في الارامل المطلقات اليتامى ذوي الاحتياجات الخاصه انت خصني اللي يستنفذ اشكون السيد بينا بزاف في هاد الحالات اللي تدو صغير دونك نحاول مع الكام بيتنسيق مع المؤسسات التعليميه جمعيات الاولياء التلاميذ في المدار اللي كانت الدوله قيينا قاعده تخلص لي فريو هي مشكل لا ديننا الشركاء من غير ديننا المساهمين من غير ديننا ممكن نخدموا الصوب القانون نحاول مع الكام سير الطريقه نقي نسواس من الادوات نسواس اللي شتوه في المدار نسواس الادوات والسقران فوالا الفكره مشات ضيا أتمنى خير إن شاء الله تسدم ديدن التعاليق السلبية في الفيسبوك واللي ما تسنسير والنار أنا يعاون سير الفكرة يعاونيس والنوري غير اللي تيعاون يا تجول تغطني أي خدم أتسدو ولا أتسدو القضية أت غير أنا الوطن غير توزير الدين غير لا ولا ديننا نكر الحمد لله هاد ماشي قصيدة هادي قنسكر إننا من غير ديننا بسكيتا كويتوني تا كوي ديني شتا كوي سيدي واجرا كوي ناس كابتي ميلو مشاريع تمازيات وين بخصات الإنسان قبل بلي شيء تحاول بها كانت تعاون
سو دو مات تو نوميا الحياة سوي نامي تغيب سوي نامي تغيب وليه تشرا تهيني أتي تطي عمل تطوعي دت من الضمير الإنسان فرنسا لا غرس 8 مليون متطوع مشي يارو كنت اكزاكت فوالا دايت تولي الموسم الدراسي نعطيكم من ربي العطلة دايت تسير الشكرا نسيقيد فولونتير كوم ان فولونتير هي لاسوسياسيون غادي يطلع اورغانيزاسيون يدو في البتا سيري لانكا غادي يدس العين غادي يدس المغرب دعاتي غادي تقدمات الادوية الخدمة الانسانية في المتال هي المجال في المتال تاع يخدم لا سونتي ديال لا سونتي تقدم لي سيرفيس لا سونتي تمدنا تيجي ليديكاسيون على الصغر في اللغة ديالنا الفرنسية الهولندية يمدنا الألمانية الدينامية تخدم في المجال الاجتماعي تاوي تتجاوب على اصل الكواليتي مدنا في كاس نتاع تعاون بنسنا والاثنين هذا هو الهدف من سميتو دونك الهدف المدرسي دشتي ناتوري ديال 36 ديال المدرسي وغادي نلعبو شي لعبو شي ولكن سورتو هي أزمة الكورونا هي نوع من التدخل أديسنا أن تدخل البيت على جائحة الكورونا نحاول ما أمكن أن نواكب بيت على الجائحة ونساهم دي السورة كل سورة على العالم العائلة تخليها في المدخل المزند دي الدولة الأوضاع الاجتماعية اللي ندي تغي تنك العائلات لما لا أمساهم هاتشي لما دشتيني لما كاتفو شي إلا قرص ولكن كاتفو أشكو هاد البلاد العرملات في الدين في غولان وبعد نقوم نعطيشات نعطيموداس البلاد إن كان ودي يري فرن درست وريد اللي ما سكنا سيرا كوني أيا هي غير تقرير مساعدة مساهمة منا إما يبدا تخدم تبدا إن شاء الله يدير كل المواكبة يري نير أنا يسيري الحالات عاد مزيان تكات نير الحالات اللي خطر كنت في خطيري دونك نسكر تولنا تدخل لي نحنا الشركاء يعاون هي ظن مزلي تيقال سير المؤسسة العلمية العادينة ديال هذا تكلب البريميير تكلي دغيا هاد سان كيمان ديال من حيا السيزيام ديما لا بريميير ولكن انت كدرت في اختي غير اش هو لو وصل الشتو هو لو وصل بكرا اللي بعدا تيقولي الكوليج فيها لي لان قد تيزو ديال 18 كيلومتر قد تيصل لانترنا ولكن ديال العادات التقاليد نمدد اللي تستفكر تاع المتا نادي الناس ديالنا غادي نقول تقيم ديالنا حتى ولي دونك نسير في الحدود اللي يهتموا انت تمشي في العائله العادي اللي يهتموا كتجي واحد بخير من السادة الحمد لله هذا تكلب بالبريمير تكلب هذا الحالة تصنع تكون أسامي ده يريد الصورة ولكن دون ذكر الأسماء وشكرا لكم على التتبع ونحييكم إيوا نتمنى أنه يبين تيني وقت تنشرمو فيني روضة بالنوت من خلال التعليق النوت اللي ما بين العالم لم يبينوا بها هذا الشيء اللي عطى الله هو تحية باسم جميع المكتب إنيقال باسم الإنسان باسم المتطوعين باسم الأساتذة باسم الشركاء باسم كل اللي يتخدم إلى الحق التعليمي يفشي ليس مزيان يخدم ليس مزيان يعاون ليس التلاميذ هذا هذا الدوس المعتاد نحييكم جميعا ونحيي كل من يساهمك ويتنظر لجائحة كورونا يسكن بالعداد من أجل تجاوز الأزمة والسلام عليكم ورحمة الله تحياتي أرسل مصطفى